بكم يا جماعة في حلقة جديدة من الام اف سي سي ويكلي كاتش اب. معاكم ايمن هنا من فريق كوميكون. احنا متحمسين جدا ان احنا اخيرا قربنا على كوميكون ان شاء الله. عشان نبتدي الكلام الاسبوع ده في تذكرة خاصة جدا عملناها لاي واحد عايش برا الامارات او حتى جوه الامارات نفسها، بس هي بتبقى للناس اللي هم جايين على سفر نفسهم ايا كان من السعودية او من الكويت او من اي دول التعاون الخليجي. في مشاركة عملناها مع فندق روف، تذكرتين في اي بي بتاخدوهم وبتقضوا ليلتين في فندق روف داون تاون، وبتاخدوا دخول خاص جدا على كوميك كون، وحتى شنط الهدايا اللي انتوا بتكسبوها من كوميك كون نفسها بتتوصل لغايه الاوضه عندكم في الفندق نفسه. التذكره كويسه جدا، هي بقيمتها 1950 درهم اماراتي، والايام كمان اللي هي موجوده بالدينار الكويتي وبالريال السعودي هتكون على الشاشه دلوقتي عشان تعرفوا كمان لو عايزين انكم تشتروها باي من غير كده. انا بصراحه مبسوط جدا ان انا هبتدي اعلن عن حاجات انا عن نفسي مستنيها جدا من المعرض نفسه. اول حاجه عندنا فيديو خاص جدا جاي من واحد من الممثلين من برنامج ارو اللي هو جوزيف ديفيد جونز. جوزيف مبسوط قوي ان هو هيكون معنا في المعرض ان شاء الله السنه دي، وبعت لكم الفيديو ده وبيقول لكم قد ايه هو بصراحه متحمس ان هو يبقى معنا في المعرض نفسه. Yo, I am so excited to announce that I will be flying to Dubai March 5th through March 7th for the Middle East Film and Comic Con. So go ahead and get your tickets. Make sure you pull up to see Connor Hawk. Can't wait to see y'all. انا مبسوط قوي ان مينا مسعود هيكون معانا في المعرض نفسه، ان هو هيكون موجود معانا يوم الجمعه ويوم السبت ان شاء الله. انا عن نفسي كنت بكلمه من كام يوم، كانت الساعه تقريبا الساعه 7 الصبح عندهم هناك في كندا، وبعت لنا الفيديو الخاص ده وبيسلم عليكم بيقول لكم: Hey everyone, this is Mina Masood here. I'm very excited to announce that I'll be coming to Dubai for Comic-Con. I'll be there Friday, March 6th and Saturday, March 7th. So get your tickets and I cannot wait to see you all there. Salam. دلوقتي كل عشاء الانمي عندنا كمية حاجات جاية من عالم الانمي بطريقة مش طبيعية. تقريبا المعارضين كلهم في المعرض نفسه عندهم مقتنيات خاصة جدا هتنزل في كوميك كون نفسه من مسلسلات من ناروتو، وان بيس، بليتش، دراجون بول، حاجة كمان من كابتن ماجد. يعني انت عندك شركة تاتسوماكي ستوديوز هتجيب سلسلة خاصة من الفيجرز او من التماثيل اللي هي تتباع في المحلات اللي انتوا بتشوفوها زي في ليتل ثينجز او في جيكي او في اي حتى من المحلات دي، سلسلة خاصة من الفيجرز بتاعت كابتن ماجد. فلو تيجي على المعرض نفسه ان شاء الله تحاول على قد ما تقدر انك تروح على الستاند بتاعهم عشان تاخد المقتنيات دي، لازم مليون المية تحاول على قد ما تقدر قبل ما يخلصوا، لان بصراحة الحاجات دي بتيجي بكميات قليلة جدا، وطبعا كمية الناس اللي بتحب الانمي ده بطريقة مش طبيعية. فطبعا لأي واحد كبر مع كابتن ماجد دي احلى فرصة ليك انك تاخد حاجة كبيرة جدا من الانمي الجميل ده وتاخده معك في البيت ان شاء الله. طبعا في سينما خاصة عندنا في المعرض نفسه هيكون فيها سكرينينجز كتير جدا من حاجات ما نزلتش وحاجات نزلت تقريبا قبلها بيومين، زي فيلم اونوردز اللي هيجي من شركه ديزني بيكسار. الفيلم نفسه هينزل يوم الخميس 5 مارس ان شاء الله في الشرق الاوسط كله، واحنا هيكون عندنا ليه عرض خاص يوم السبت 7 مارس ان شاء الله. هيكون العرض موجود لاي حد مشتري تذكره كوميك كون بس يروح على السينما نفسها ويقدر يتفرج على الفيلم مع عائلته ومع اصحابه وتستمتعوا بوقتكم ان شاء الله. يعني اخر سبب الصراحه، يعني انا عن نفسي حضرت المعرض من 2012، من اول ما المعرض اتعمل، واشتغلت عليه من 2018. المعرض نفسه بيبقى حلو جدا انك تيجي تحضره وتقعد تعيش الكلام ده كله وتعيش العالم الجميل ده كله مع الناس كلهم اللي حواليك، من كوسبلاي لانمي لالعاب لكوميكس لمليون حاجه. الناس كلها هنا بتيجي في المعرض ده عشان تقعد وتتكلم مع الناس، تتعرف على ناس جديده، يقعدوا يتكلموا ويشاركوا مع بعض في ورشات مختلفه جدا، ان هم يحضروا الافلام بتاعت السينما او مثلا يتفرجوا على العروض الحصريه اللي عندنا في المسرح كمان. تعالوا واستمتعوا بوقتكم يا جماعه، فعلا المعرض ما يتفوتش بالمره. وبكده تكون انتهت حلقتنا من كوميك كون الاسبوع ده. هنشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله باخبار جديده واخر اخبار الجداول اللي هتنزل على كل المناطق بتاعت المعرض نفسه. كان معاكم ايمن هنا من فريق كوميك كون، مع السلامه. مع السلامه.